إلى المغرب الآن، حيث افتتحت صباح اليوم بمدينة مراكش أشغال الدورة السادسة من منتدى حوارات أطلسية، وقد تم تقديم تقرير يستعرض مقترحات وحلولا لقضايا تهم دول الأطلسي كالإرهاب والهجرة. هذا ويستضيف المنتدى حوالي 400 مشارك من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وكندا والهند. افتتحت صباح اليوم بمدينة مراكش أشغال الدورة السادسة من منتدى حوارات أطلسية، المنتدى الذي ينظمه مركز السياسة والحكامة التابع للمجمع الشريف للفوسفات، والمنتدى الذي يستضيف حوالي 400 شخصية من عالم الاقتصاد والسياسة. الجلسة الافتتاحية تميزت بتقديم تقرير أنجزه مجموعة من الخبراء المغاربة حول قضايا الهجرة والإرهاب، وكذلك تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية. التقرير أكد على أن 80% من المهاجرين الأفارقة يهاجرون داخل القارة الإفريقية، فيما أن القارة الأوروبية لا تستضيف سوى 12% منهم. التقرير أكد أيضا على ضرورة توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب بطرق أنجع وبأقل تكلفة.